السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة منصورية نت. لا زالت جماعة الإخوان المسلمين تمدح في تركيا، تنسب لها الفضل في وقف إطلاق النار، ولا زالت القيادات في حماس وفي غيرها من الدول العربية تمدح في تركيا وتمدح في أسلحة إيران. الحمد لله إحنا ما حدش يقدر يزايد علينا. بالنسبة لجمهورية مصر العربية ما حدش يقدر يزايد علينا، ده أول شيء. مصر على مدار السنوات الماضية قدمت آلاف الشهداء لقضية فلسطين، ولله الحمد، وفخورين بأن احنا قدمنا أرواح ودماء لقضية فلسطين. لكن بنكره الكذب، الكذب بنكره، الكذب بنكره، النفاق. يعني زي رئيس وزراء المغرب باعت برقية لهنية وبيبارك ليه على الانتصار على الكيان الصهيوني ووقف النار والهدنة، وفي نفس الوقت الراجل من شهر 12 كان موقع تطبيع مع إسرائيل. يعني كل واحد بيطلع ينافق في جنب. ما برضو رئيس وزراء المغرب ده إخواني معروف، يعني حزب العدالة والتنمية، برضو ما هتلاقي الإخوان في معظم الدول العربية يا إما حركة نهضة يا إما حزب العدالة والبناء يا إما حزب العدالة والتنمية يا إما حزب البناء والتعمير. المهم يعني هتلاقيهم ايه، دايما رابطين الكيان بالنهضة وبالتعمير وبالبناء، وهم اي مكان بيدخلوه بالصلاة على الحبيب لازم يخرب. يعني ولله الحمد ان ربنا نجى مصر من ايه، من جماعة الاخوان المسلمين، وإلا كان بقينا برضو ايه زي باقي الدول اللي هم ايه مسيطرين عليها، هنبقى متخبطين زي في تونس، هنبقى زي ليبيا، هنبقى زي سوريا. يعني هتتخيل ايه كل الدول اللي حوالينا اللي موجود فيها كيان الاخوان المسلمين، دايما اي مكان بيوصلوا فيه زيهم زي اسرائيل وزي ايران وزي تركيا، اينما حلوا في مكان حل الخراب. والله بكم ما بيروحوا بيحل الخراب. أذكر لي أي دولة كده دخلت فيها إيران وقاعد عمراني؟ أي دولة دخلتها إيران وعمراني لحد النهاردة؟ ما فيش دولة قاعد عمراني. إيران دخلت سوريا، أصبح سوريا أنقاض، الشعب مش لاقي العيش، الشعب متدمر، أكثر من 8 مليون لاجئ في سوريا. إيران دخلت لبنان، النهاردة لبنان الشعب بيتخانق على الزيت المدعوم وعلى السكر المدعوم وعلى ربطة الخبز، وللنهاردة مش عارفين يشكلوا حكومة. من شهور مش عارفين يشكلوا حكومة، في حكومة تصريف أعمال وفي رئيس حكومة مكلف. دخلت اليمن عن طريق الحوثيين. اليمن اليوم اليمن السعيد أصبح اليمن الحزين، اليمن المدمر. إيران أينما حلت بيحل الخراب. دخلت العراق رغم أن صدام حاربها لسنوات علشان يحرر العراق من إيران، ورجع الزيول طهران زهرت مرة أخرى في العراق وسلموا البلد لإيران. يعني شيء يحزن، ناس عايزين تبعيتهم لتركيا وناس تاني عايزين تبعيتهم لإيران وناس تاني بيشاوروا نفسهم. وإحنا ولله الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا برئيس قائد
من أبناء القوات المسلحة المصرية، راجل بيعمر في البلد وبيبني، ولله الحمد مشاريع ضخمة، مدن ضخمة، تحديث في قواتنا المسلحة، وبنعمل مناورات مع أفضل جيوش العالم، وترتيبنا في مصاف الجيوش العالمية ولله الحمد. ورغم ما تلقاه رئيسنا من أذى من جماعة الإخوان المسلمين على السب والقصف والتشكيك وحتى الطعن في الأم وفي الأب وفي كل شيء، ورغم ذلك يعني ظهر لنا ناس للوقت في أزمة غزة بيقول لك إيه، لماذا لا يحاكم السيسي على دعم حماس؟ سبحان الله، يعني لو سابهم، لو ساب غزة الضرب هيقولوا السيسي خاين، لو ساب غزة الضرب هيقولوا السيسي خاين، ولو دافع على غزة هيقول لك ايه، هيقول لك لا ده مش هيدافع لله، ده بيدافع عشان يحمي اسرائيل. فالكائن الاخواني كائن عجيب يعني صراحة. فاحنا يا جماعة الخير يعني بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون الدول كلها العربية في امن وفي امان وفي سلام، لكن ما حدش يجور علينا وعلى حقنا. الجماعة الاخوانجي من بعد وقف اطلاق النار وبعد ما كانوا بينادوا غزة تحترق، غزة تدمر، انقذوا غزة، انقذوا القدس، وهاشتاجات وتكبير وتهليل لصواريخ المقاومة، تمام، للوقت ايه البوصلة بتاعتهم قلبت 180 درجة على سد النهضة. لا السيسي هيعطش المصريين، لا السيسي هيبيع مياه النيل لإسرائيل. فكلام كله هطل، كله هبل، وكله خبل، فما تعرفش عقلية الناس دي ايه، يعني ما تفهمهمش. احنا نفسنا بنحاول نبحث في عقلية الكائن الاخواني ده عشان نفهمه، لحد النهاردة مش مفهوم مع او ضد. لو عملت خير بيقول لي، لو عملت شر بيقول لي، لو ساعدت بيقول لي، لو ما ساعدتش بيقول لي. يعني تتخيل كده ايه الكائن الاخواني، ما فيش حاجة بتعجب. والله العظيم احنا صراحة احترنا، مش عارفين يعني البشرية دي نخاطب عقولهم ازاي. يعني رغم ان رسول الله عليه السلام قال امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم، احنا بندور على يعني مدخل لعقولهم، وعقولهم متحجر، ما بيفهموش غير كلام المرشد، ما بيفهموش غير كلام البنا، ما بيفهموش غير قيادات، كلام قيادات الإخوان وقيادات حماس. يعني لو واحد فيهم قال أي كلمة بيكبروا وبيهللوا. يعني بعضهم خرج في الإعلام يمدح تركيا، طيب تركيا عملت إيه لغزة؟ أردوغان، أردوغان قال إيه؟ قال لبايدن يديك ملطخة بالدماء. طيب بما أنك أنت راجل رئيس دولة مسلمي ورئيس دولة عايز تتزعم الشرق الأوسط، الكيان العثماني، لما عندك سفارة في لإسرائيل موجودة في إسطنبول، طيب وعندك سفير في تل أبيب، طيب ليه ما طردت السفير؟ طيب ليه ما سحبت سفيرك من إسرائيل؟ يعني هو دعم القضية بالكلام بس، حوارات وأفلام كذابة. اما انتوا عايزين تدعموا القضية اهو، مش عندك سفير اسرائيلي موجود في تركيا، لما تسحبوا او تطرد السفير اللي عندك او تقطع العلاقات عموما، انما انت ايه بترمي كلامه بس. ونفس الوضع برضه هو ده، رئيس وزراء المغرب بيقول نفس الكلام، رئيس وزراء المغرب بيقول وبيشيد بالمقاومة وضد الكيان الصهيوني المحتل، وفي نفس الوقت في شهر 12، يعني احنا دلوقتي في شهر 5، يعني من 4-5 شهور موقع اتفاقية السلام مع اسرائيل. ف
تطبيع كمان مش سلام، وما بينهوش بين اسرائيل حرب، لا موقع اتفاقية تطبيع. فكل واحد له 100 وش، احنا عايزين ناس بوش واحد. الوش الواحد ده بتمثل ايه؟ بتمثل في 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 قياداتنا ولله الحمد اللي واثقين فيهم. يعني عندنا الرئيس السيسي، عندنا الملك سلمان، عندنا الامير محمد بن سلمان، عندنا الشيخ محمد بن زايد. رئيسنا عمل اللي عليه وطالب اسرائيل وحذرها تحذيرات مباشره بوقف اطلاق النار بدون شروط. رئيسنا قدم المساعدات ولله الحمد، 130 شاحنة من مصر داخل غزة، أرسل الدواء لغزة وأرسل سيارات الإسعاف، فتح المستشفيات المصرية، أرسل السولار والمواد البترولية من أجل أهل غزة، أعلن 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. ودلوقتي المشكلة بقت في ايه؟ في ان حماس ترفض اعمار غزة الا عن طريقها. طبعا انتوا ايه فاكرين ايام الملايين اللي كانت بتاجي، ملايين الدولارات اللي كانت تاجي تبرعات بتروح لفلسطين ولقيادات فتح ولقيادات حماس، واتبلعت في جيوبهم وارصدتهم في البنوك بالمليارات في الخارج. يعتقدوا ايه ان الدول زي زمان، يعني كله نايم حيقول لك ايه الدولة اللي تبرعت بمئة مليون حتقول انا حسلمها لحماس سلام ياد. لا حبيبي والله ما حد حيسلمك قرش، ما حدش حيسلمك نقدي في جيبك. لا بالوقت القيامة قايم هناك على ايه؟ على الاموال المساعدات. نحن نرفض إعادة إعمار غزة إلا عن طريقك. يا سيدي هيبعتوا لك شركات، وهيبعتوا المواد البناء، وهيبعتوا الأجهزة الكهربائية، وهيبعتوا ناس تركب المية والغاز والكهرباء. بس نقدي انسى يا عمرو. نقدي ان انت تستلم أموال زي زمان، الملايين الدولارات اللي كانت تدخل غزة وتدخل في جيوب قيادات حماس وفي جيوب قيادات فتح، انسى يا حبيبي انسى. الدول دلوقتي اي دولة هتطلع فلوس هتطلعها بحساب وهتعرف راح فين وجاي من فين. خلاص كان زمانه جبر زي ما احنا بنقول في مصر. يعني انسى ان انت يا حبيبي تمسك دولارات تاني في ايدك. وغزة برضه هتتعمر، مش ولا هتتعمر، لا هتتعمر. بس اللي عايزينه المجتمع الدولي هو اللي هيمشي، مش قيادات فتح ولا قيادات حماس، لأن دي أموال مقدمة لأهل غزة. تنسوا الاشتراك في قناتنا، قناة منصورية نت، من قلب صعيد مصر لكم منا كل التحية والشكر والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.